أسعد الله أوقاتكم مشاهدي نشراتنا اليوم الاثنين 9/2/2016. بالأمس كان الطقس صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً على بعض المناطق، وازدادت الرطوبة النسبية على بعض المناطق الداخلية الغربية صباح هذا اليوم، وقد تشكل الضباب على بعض تلك المناطق. وإليكم مشاهدينا الطقس الحالي، حيث تشير صورة الأقمار الإصطناعية الملتقطة صباح هذا اليوم إلى خلو الدولة من السحب والطقس صحو بوجه عام. وننتقل معكم مشاهدينا إلى الخارطة السطحية المحللة، حيث تشير إلى وجود امتداد منخفض جوي من الشرق مع وجود امتداد مرتفع جوي من الشمال الغربي، تصاحبه رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً فوق البحر، مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة خاصة الغربية. ويكون الطقس بإذن الله صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً، ويطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية. وبالنسبة مشاهدينا لدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم، في الساحلية في بداية العشرينيات، وفي الداخلية في أواسط العشرينيات، بينما في الجبلية بالقرب من 15. والآن أعزائي المشاهدين ننتقل إلى حالة البحر في الخليج العربي، حيث يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 3 إلى 5 أقدام قرب الساحل، ومن 6 إلى 8 يصل إلى 10 أقدام بالعمق. أما بالنسبة لبحر عمان متوسط يضطرب مساء، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 2 إلى 4 أقدام قرب الساحل، ومن 4 إلى 6 يصل إلى 7 أقدام بالعمق. طقس الغد صحو إلى غائم جزئي، ويطرأ انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق، والبحر مضطرب، يصبح متوسط الموج ليلا في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان، وقد يتشكل الضباب على بعض المناطق الداخلية. أترككم مشاهدينا مع الطقس المتوقع للأيام المقبلة، حفظكم الله أينما كنتم وفي أمان الله.